لانك فعلا رئيس ناجح. اقولها لان اللي كيطرح هاد البرمجه ديال الفائض هاد التايمينغ ديالو طبيعي فهو رئيس ناجح، والمكتب الذي تسيره مكتب ناجح. مشروع البرمجه ديال التدبير ديال الفائض يعني بحال كتكون عاود مكرر على ان التدبير ديال الناجح. واش لي كنقرا الان الوثيقه باش نقول بانه واش هذا المكتب اللي كيجي لينا مثلا اشغال صغير ديال الماء والكهرباء ومنجزه من طرف شركه القطار تبارا وانا كنحيي السيزاري كلا وانا معاه وكنقول بانه هذا الشيء اللي طلبوا معقوله دوله مسؤوليه بوسيبل بحال اللي كنقولوا ناخذوها بعين الاعتبار وانا معك.